يعني جملة لمفرد؟ جملة. زين، أسعار البيض شلونها؟ أسعار البيض حسب الوزن، أكو 25 كيلو، أكو 26، أكو 27، أكو 24. يعني متراوح ما بين 55 إلى 57 ألف الكارتون. صار زين، المنشأ ماله منين؟ منشأ عراقي. عراقي وأكو إيراني موجود بالسوق. قد الفرق العراقي الإيراني؟ يفرق تقريبا 5000 إلى 3000، 2000، 3000، 2000 فرق الكارتون. الاغلى العراقي اغلى. العراقي اغلى، يختلف الطعم والصفار واللون. تمام. زين، البيض الاسمر. الاسمر عندنا نفس السعر بالموصل تقريبا، بس قليل اكثر على بغداد يطلع، بغداد اغلى الاحمر. سحب الناس بالنسبه سحب بالموصل ابيض اكثر شيء. ابيض اي اكثر شيء ابيض. بيض الابيض. زين، الاقبال يعني على رمضان اكيد. الاقبال كان على رمضان، بدا عندنا من قبل رمضان باسبوع تقريبا. يعني ثاني يوم رمضان، ثالث يوم رمضان، وشوية سخف إقبال، هسه ضعيف جدا. يبدي سحب عليه تقريبا 20 رمضان، 22. مفرد يأخذون عندك بالآجل؟ ما يكثروا بالآجل طبعا، المحلات، المولات، كله بالآجل. بس بالورق ولا بالعراقي؟ لا بالعراقي، كله عراقي. أسعار البيض متفاوتة، يعني أكو الخشن وأكو الناعم وأكو الأحمر ولا أكو الأبيض يعني. فالخشن يعني مثلا عندنا 29 كيلو، عندنا يعني نبيعه ب 59 60 انصاري. 29 كيلو جامبو، 29 كيلو الشبع يعني. ايش معنى جامبو؟ يعني خشن جدا. خشن جدا. نعم. زين، والله اكو 26 كيلو، يعني وصل، يعني هو لا خشن ولا هو ناعم. 26 كيلو هذا اسعاره اقل. وعندنا دجاجتنا هذا من حقول ربيعه اسعاره شوي اقل من الانصاري. اقبال الناس على المطر شنو؟ والله اكثر شيء المعجنات ياخذون الخشن. الجامبو. نعم. والمواطن العادي يعني ياخذون العادي هذا. اسعار مناسب مناسب يعني. تقريبا بالاربع اربع وربع تقريبا. والله اللحوم والدجاج، يعني الدجاج هسه عرض وطلب. ما نقدر نستورد دجاج ولا نشتري دجاج. من الشهر الثالث تبلغنا تبليغ رسمي. فالموجود بسوق من ينتهي راح ندار على الايراني وراح ندار على المحلي. المحلي. نعم. الانتاج المحلي بالنسبه للدجاج ما ما يوفي، لان ابو الحقل ما عنده اي دعم ويخسر، من يربط يخسر، فما يوفي معانه، يعني مصرفه ازيد من ربحه. الاسعار مثلا بيش قلت تتراوح؟ الاسعار العراقي تتراوح من 3500 الى 3800 3700 العراقي، بينما التركي كان يجينا ب 2100 دولار 2000 2000 دولار، يعني ما يتجاوز 3100 3200. الايراني ارخص منه، بس هسه قالوا ايران ما راح تصدر يعني دجاج، عندهم اكتفاء ذاتي، لان صار الضجه عندهم بايران كله صدر صدر صدر، صار عندهم قلة بالمنتوج. اليوم الطلب وسحب المواطن عند دجاج شلون؟ قوي قوي، لأن أسعار اللحوم الحمراء فاقت، يعني ما أي واحد يقدر يشتري لحم لحوم حمراء.